الوسائل التي تساعد العبد المؤمن على تعظيم الله سبحانه وتعالى ومحبته هي أن يتفكر العبد بعظيم خلق الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه في القرآن الكريم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فأمرنا الله تعالى أن نتفكر في هذا الكون وأن ننظر حولنا في عظيم خلق الله. من يستطيع أن يخلق مثل هذا الخلق إلا الخالق العظيم سبحانه؟ فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فالتفكر في عظيم مخلوقات الله يبين لنا عظمة هذا الخالق. أروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فإذا نظرت أيها الأخ الكريم إلى أمر عظيم أو خلق كبير كالبحر وما فيه من عجائب مخلوقات الله، فعليك أن تستشعر أن الذي خلقها هو الله، فقل سبحان الله، سبحان الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، خرج ليلا ونظر إلى السماء وتفكر فيها وقرأ قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أسأل الله تعالى أن يقينا عذاب النار.